خذ هاللقمه مني. يا عزيزك يا قلبي يا لب قلبك انت، والله لا اكل لو تبن عشانك يا عمري، كلامك عسل عسل. تمر تمر وانا تحت تمرك كلها، جعلك تحدرها بالعافيه. يا شيل السرجه على المقره، يا شيل دلعكم. يا انت ما تعرفين الدلع، ما تعرف ولا حقيقه. ابو دحيه انت طيرت الجبهه مع الحواجب مع قليل من الشعر. على فكره عشان ما تفشلين ترى، يعني في فرق بين كرماليها وتحدرها بالعافيه، يعني مره تحس مسوين حادث في طلعه البديعة. ذمتك وش كرمالي وتحدرها بالعافيه مره، يعني علمين. تعلم الكلام الزين، تعلم الكلام من مره ولد ابن عمي تبرني تبوله. ترى انت بعد تحمست كثير وجبت العيد لانك ماشي 220. على فكره ترى تبوله ما هي بكلمه غزل، ترى ايه سلطه يبا. ها سلطه؟ ايوه انت تبوله تعتبر انك علمت. ايه رجع طاقي اساس ما تجيب العيد. اصلا العبره مو بالكلام. ايه وبعدين يعني اذا عندك كلام تقوله ولا شيء لا تقوله قدام اللي يسوى اللي ما يسوى كذي. انجرح انا انا ما اخذتك علشان جنسيتك ولا فلوسك، انا احبك. تحبك على فكره فادي يا حبيبتي الله يخليك. بعد اليوم حاولي يعني عشان خاطر امي، عشان ما تنجرح ما تلبسين كم قصير، البسي كم طويل، يعني مشاعر الوالده عندي غاليه شوي يعني. انا اغار تكرم عيونك لك، انا كرمالك بلبس كم حديد مو كم عادي، كم دحومه عندي انا. هديت عمرك انا. اسمعي شو جايها بالك تتعشى اليوم؟ والله يعني شو بدي احكي لك، احكي ابنة عمي يا ريت يعني تسوي لنا مرقوق وجريش. شو؟ سليك سليك. شو سليك؟ تبولة 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 زينة الحين. اوه تاكل كراعينك وراها تبولة تبولة. تفضل حياتي. اسوي لك انا بعد ودحي. انا ودي البس لك كم ريش بس انت بتقدر. مرحبا. مرحبا دير. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ابغى اعرف مواعيد الدوام هنا في المول لين الساعة كم؟ يا ربي وزينا. الدوام لو تبيني اخلي السوق يواصل ما يرقدون علشان استمرين امر. لا بس عشان انا خذيت يعني اغراض من المول من بعض المحلات، فابغى اعرف يعني لين الساعة كم يدامون عشان يعني اشوف اذا يقدرون يبدلون الملابس. اعتبرين المول ملكس، خليهم يسهرون، تراني انا مدير الامن في ذا، انا اخليهم يسهرون ما يقعدون. اي ما شاء الله. طيب مرة دمك خفيف وعسل، ممكن اخذ رقم جوالي؟ اي عشان بس اعرف اوقات الدوام الساعة كم. طيب ايه اكتبي. مرة مطلقة بالثلاث ها، وقاعدة من شوق لشوق من شوق لشوق، فاهم ولا لا؟ شوفي قسما بالله يا مزنهني اللي اسوي فيك عرض مثل عرض البيتزا يوم الاثنين، تاخذ ثنتين الثالثه تاخذها مجانا، فهمتي ولا لا؟ اني لا اطلقك لو دريت ان دلي نزلت السوق ولا راحت منا ولا منا. يا ويلي ولا وانا ليه طلقني؟ وانا وش سويت؟ بهذه اختي كنت اتصرف معها. شوفي شوفي تقولينها في وجهي بعد؟ اختي كنت اتصرف منها؟ انت المره العاقله، انت الفاهمه، المفروض تركدينها لانك عارف انها مطلقه وما المفروض انها تروح تنزل منا ولا منا واشواق، فهمتي ولا لا؟ وبعدين الرجل اللي مطلقها اول لازم نجوزها واحد ثاني ها؟ ونسوي له عرس في الاستراحه حقت الجنادري اللي على طريق الشفا، وبعدين نقوم وناخذها ونطلقها. وإذا طلقناها رجلها الأول اللي طلقها بالثلاث ثم نخليه يعرس عليها، لأن هذاك حرام نفوته، بس ما احنا مسوي لها في صراحة الجنادرية لأن احنا نفضحنا قدام العمال اللي هناك كل يوم احنا مطلقين، فهمتي ولا لا؟ منوحي كل اللي قلته صح يا منوحي، بس أنا ما فهمت، لكن أنا ما يصير أتدخل في أمور عائلية. اسمعي يا مزنة، اسمعي واركدي وفهمي كلامي اللي أقوله. هذا كنز، هذا يدر ذهب بزبوش. انت ما سمعتي بسالفه 15 رجال ماتوا من اجل صندوق؟ لان الصندوق فيه ذهب والذهب داخل الصندوق، ومن اللي في الصندوق؟ خوينا حبيبنا زوج اختي ذا اللي يدر علينا، فهمتي ولا لا؟ منوحي المشكله هو شرعا ها ما يجوز يرجع لها. وشو الترتيب؟ اسمعي مني، رجال يحبها ويموت فيها
ويهواها، هو يقول احبها وهي بس يعني تعانده، يعني شغل كيكرز تعانده وما تحبه ما يدل عليه، لكن غصب عنك وعنها مرجحها. وهي بعد تموت فيه وتحبه، بس الشيطان بعد يحبهم، الشيطان كله يروح بيتهم يخرب عليهم، بعدين زوجها حار فلفل، بعدين تعرف كل ما يسولف معها يقول لها تالق، يتعشى معها يقول لها تالق، يتغدى معها يقول لها تالق، حتى يمزح معها يقول لها تالق 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 تالق. احبك يا فهد قلبي تالق. شفي والله ان قال الله ترجع له، احد يفرط في طعيس بن حنيش؟ هذا الاسم أصالة الماضي وتراث الحاضر، الاسم لحاله فخامة. وعلى فكرة يعني الحقيقة ما كانوا 15 في صندوق حق الذهب، كانوا 8.5، كان اسم عليه طعيس يعني بس مدقش عنده قرنقش تالق. ولك عبودي تعبرني ابن عمي. المرة بتقول لجوزها ابن عمي. طيرت الجبهة مع قليل من الحواجب، ما هي مشكلة. إيلك ولا للزيب؟ يخسر الديب. راح أقول لأمك خلها تجي هنا عشان أخبرها. يلا هلا. حبيبي مشمشني. تقبشني مشمشني كرتون مشمشو. تمشمشني كله واحد. يا يابا يا يابا تقبشني. عبودي روح روح أمك تجي هنا. روح روح حبيبي روح روح. على فكرة يابا أنا الحقيقة قعدت مع نفسي، حسيت انك انت يوم عرست يبا ولا حول ولا قوه الا بالله ما خططت للنسل. يعني كيف يعني ما حاولت انك تجيب عيال حلوين، يعني ما شاء الله عليهم عيونهم حلوه شفايفهم حلوه اخشامهم حلوه اسنانهم حلوه. حقيقه انت تزوجت زواج عشوائي زي المناطق العشوائيه الموجوده، لكن انا بفضل الله سبحانه وتعالى بعد التخطيط والتفحيص والتمحيص اخترت زوجه اجنبيه وجبت لي ولد ما شاء الله قمر. احمد ربك دحيم انك جايين علي، ولا لو جايين على خوالك كان فيها علوم، لكن اترك الخرابيط هذه كلها. وش كنت تقول للولد؟ الخرابيط يبقى انك تفكر ان اخوالي شيون وانك انت ملك جمال العالم، لكن الحمد لله على كل حال. عموما انا بلغت عبودي يروح يقول لامه اني انا حصلت لها على الجنسيه السعوديه KSA. كفو يا ولدي، هاي الحين ما حد يقدر يقول لعيالك عيال السعوديه. وازيدك من الشهر بيت، انا قررت اني اخذ قرض بحدود 500,000 ها، وافتح لي مطعم فخم واجيب خالها يقعد فيه ويسلم الفلوس. شوف انا ابوك، لا تحمل نفسك بديون ما لها اول ولا اخر. هماك اخذ لهم قرض عشان يفتحون موسسه لاخوان مرك؟ الا يبا، وهالمره بطلع سيارات ها، ومن خلال هالسيارات ابسدد القرض اللي اخذته ان شاء الله تعالى من خلال مؤسستي ومصانعي وتجارتي. يبا خلوك هون وانا بطلع هناك. اوكي لك تقبشني تقبشني ها ما مشمشني. احبك احبك. طيب هم انت الحين عرفت كل شيء عني، انا الحين ابغى اعرف كل شيء عنك وبالتفصيل. خلاص طيب انا بموت على اني اشوف سوى قابلس. خلاص نتقابل في المقهى حق المول. ابن عمي هلا انا بعد ما صرت سعوديه، ليش ما تنقل المؤسسه والمطعم باسمي؟ اي بس حبيبتي المطعم والمؤسسه باسم امي، وامي ما منها خوف عادي جدا يعني. يا حبيب قلبي انت اذا صار لك شيء بعيد الشر عن قلبك يا حق، ويجعل يومي قبل يومك يا رب. امين امين يعدي مصدوقك تشكي الاس. ابن عمي بيرضيك ابنك يدخل بحوارات بالورطة مع اخوالك؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. لا 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 كلامك منطقي فعلا، لجاني عيال وذا لا. من بكره بروح اقشع اسم امي واحط اسمك انت في المطعم وعلى السيارات وكل شيء حياتي. انك خلي لي اياك يا قلبي انت. بس بعد في شغله صغنطوره. صغنطوره عادي ترى عندنا يقولون في مو كذا وانت تقول صغنطوره. يا عادي قولي قولي حبيبتي. بدي انقل كفاله اخواتي وخالي علي، وفي عنا قريبنا بسوريا شاب كتير شاطر بالديكورات كمان بدي يجيبه حرام. اي مو مشكله بس خليها بعدين. بعدين؟ اي ليش بعدين؟ زعلت منك انا. لا لا حبيبتي لا حبيبتي لا تزعلي مني، انا تحت امرك لا تزعلي مني. اي انت لو بتحبني ما كان قلت لي. لا حبيبتي بحبك. من بكره اروح مكتب الاستخدام ها وزاره العمل واجيب تاشيرات واجيبهم كلهم واحطهم انا ونكتب المطعم كل شيء لك انت وعلى كفالتك بعد. لك ان شاء الله بتقبر قلبي انا، يقبرني القبضاي. ما شاء الله ما جوال متى وشو؟ هذا عطر. اي والله طيب. شوف وش مكتوب. وش مكتوب؟ والله ما اعرف اقرا انا بس عاد. احبك احبك يا مجنون.
انا حبس يا مجنونه والله حبس والله انا اللي مجنون نفيس. طيب اسمع ترى انا يعني ماني برايه سوالف وطلعات وكذا وخرابيط لا تعال بيتنا واخطبني من اهلي. والله بكره بجي كل ما يدبوس بس يقعد لا يطلع بجي خطبس والمطققات. يا ويلي ويله يا ويلي ويله حاجي فرد في طعيش من حنيش. يا ناس اسمه طعيش من طعش حنيش من حنش يعني رجل الفخامة موجودة عنده. يا ويلي ويله هذا طلقها بالثلاث والله حرام العرق بدا يخلص. يا ويلي ويله ها اجل لو معي رشاش وطلقت طلقتين ثلاث ايش قاعد تقول يا منحي الله ها والله هذا اللي قدر راش ما زينك. انا اشهد بالله اللي اخترع العرق هذا انه بروفيسير هذا المفروض يعطونا رتبة ملازم في القوات الخاصة. منوحي خاف الله في نفسك وفينا. حرام عليك اللي جالس تسويه. ألف مرة وعدت إنك تبطل الشراب ولا مرة وفيت بعهدك. لمتى؟ لا صلاة ولا عبادة بس جالس وتشرب. شوفي يا مزنة أنا الحقيقة الحين داخل جو ها سكرة مجنون يعني مرتفع على مساحة 4900 متر داخل جو مروق فرجوك يرحم والديك لا تفكفكين اللي في راسي فهمتي ولا لا؟ وراح أقول لك سر ما عمره حد سمعه. أنا كنت سكران يوم رحت أخطبك. سكران طينة. جاني الوالد وأنا في البيت قال يا ولد تعال منحي تعال وخمني وين؟ قال بخطب لك مزة وأنا وافقت. قلت يا ولد مزة ومزة والوجه الحسن والله اللي بتعيش كينج يا مناحي. لكن تفاجأت بعد العرس بشهرين ان اسمك مزنة الله ياخذ وجهك ولا لو دريت والله ما عرس عليك ولا طلك. الله يسامحك يا منوحي. بعدين انت ما شفت البرنامج في التلفزيون؟ تعرف هذا من وشو مصنوع؟ من موية مجاري. مجاري يا حمودة حمودة يا طريف الطر علي يما روحي جيبي ثلج جيبي ثلج الثلج مقطوع يا فندي. ماني بجايب لك ثلج وهذا بكب لك بالحمام. يا ليك ولا تدري ليش الحمام؟ لحظة طيب جيبي مزة جيبي كيري. قلبي لك تقبريني وحبك أدى عني حبيبتي. كل شيء أملكه في هالدنيا، كل شيء أملكه في الرياض، في المملكة العربية السعودية ها يا أجمل وأوفى وأنبل زوجة عرفتها في حياتي مكتوب لك وباسمك. تسلم لي يا حبيبي، يعني الفيلا اللي باسم المؤسسة صارت باسمي؟ حبيبتي الفيلا بالمطعم بالسيارات بالعمالة وسويت لك بطاقة صراف موجودة هنا بعد، خذيها لك أنت. إن شاء الله بتقبر قلبي يا حق. حبيبي أنا صار لازم أمشي، بدي أمشي مشوار مع أخواتي وخالي، حضرت لك مفاجأة غير شكل. ها قلبي انت اكبر مفاجاه واجمل هديه بس الله يخليك. لو بتشتري لي هديه غاليه ما لها داعي، اشتري هديه رخيصه ها لان عارفه يعني كل دين في دين وانت عارفه كبير غطاء يعني. اي ولو يا عمري انا اذا ما جبت لتحومتي تاج راسي مفاجاه من العيار اللي تقيل لمين بدي اجيب؟ قال لي لمين؟ صحيح نسيت خبرك، بتتذكر فوزي حكيت لك عنه قريبنا؟ وصل من سوريا. فوزي ما شاء الله الحمد لله على السلامه. خلي طمنا على انسابنا في كفر سوسه وفي حلب وفي دمشق في اللاذقيه يعني طمن عليهم يعني الحمد لله على السلامه. الله يجمعكم بخير الله يجمعكم بخير ان شاء الله. الو اي انتوا برا؟ يلا ثواني وبيجيكم. يلا حبيبي انا صار لازم امشي. طيب حبيبي ما في يعني وانت ماشي يعني تقبرني تربشني تشكي الآسي فديتك ابن عمي فديت مشاهد اي شيء منك حلو. هاي بعد المفاجأة انت اللي راح تقول لي اياها مو انا. وليه انت ظلت تجي المفاجأة؟ لك تقبريني
ان شاء الله بتقبش قلبي حبيبي، بس انا صار لازم امشي. يلا باي باي. تمشي على رمشي وتهدى على خدي. انا الظاهر الظاهر والله العالم اني بكتب امي وابوي باسمك يا فدي. امشي امشي يا معريس. انا الله ترى والمتعد. انا ايه ليه في لوح غيرك هنا؟ عاملي تدللي يا روح اللوح. طلقني. وش طلقت؟ وش طلقت؟ تونا مارسين الصبح الحين تقولين طلقني؟ اقول عاد اسمع، طلقني ولا ترى بخلعك. اي والله. وش تخلعيني؟ مسمار انا مسمار تخلعيني؟ وبعدين تونا مارسين البارح طقطقه ورقصوا وذا، وش ذا الكلام ذا؟ دمك خفيف كثير. واو واو، ايش الحلاوه هذه؟ فعلا فاديه، فعلا مفاجاه. يا رب عدمكم واحد واحد، يا رب تشكل آسي والله يحب. وياكل موز، ياكل موز. انا اللي حببني بالعالم انكم تاكلوا موز. فعلا اهنيكم. على فكره ترى ابي لو درى انكم جالسين هنا وما جيتوا للغداء راح يزعل منكم، راح يزعل. هذا الخروف. خروف؟ والله اني خروف عندك يا فادي. يا فديت عمرك اسمك انت فدوه. على فكره ترى الوالد دايم يقول لي انك خروف ما تشبه خوالك. ما درى اني بجيب الخروف لكم وتذبحونه وتسوون طعميه وفتوش ومكدوس وما ادري وش وشبيح، كله عشان عيونك يا عيوني انت. اي صحيح نسيت اعرفكم على بعض. تحية يا ام جوزي المخلوع. فوزي خطيبي. لا هذه في نص الجبهه مع قليل من الحواجب. شلون يعني خطيبك وانا زوجك؟ يعني ودي تفهميني شوي فادي. الله يخليك. هلا انت مالك زوج، انا خلعتك بالمحكمه وليك وصف تشوفه. لا فاديه اتمنى يعني بس تركضين شوي وتهدين ها وتفهميني على اساس انا عندي الاستيعاب يعني لك شو عليه ابن عمي يعني ما يفهم كثير يعني. ابدا حبيبي، رحت على المحكمه وقلت لهم اني انا ما بدي اياك وبدي اخلعك وحنتنازل لك عن مهرك، حتى كتبت لك مهرك ريال. حبيبي فوزي عطوا لي ريال. لا لا فادي حبيبي، مو انت وهالشبيحة تلعبين عليه. لا حبيبتي ترى مو بتحيي من لينوك اللحمه ويرمي عظمه، قسما بالله ترجعين فلوسي ريال ريال وتدخلينها في حساب امي غصبا عنك وعن اهلك كلهم. يلا بسرعه. لا بابا بابا قلبوا شبيحة. لا 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 نتفاهم. شو الحكي يا ابن عمي؟ نتفاهم يا معلم. شو الحكي؟ منزل روح حكي الشرطه قال لهم مخلوع اختي عم تهجم علينا، خليه ياخذوه يوقعوا تعهد ما يعيدها ثاني مره. هنا انت خطيبه صح؟ عجبك ولا ما عجبك؟ ما عجبني ما عجبني. كفو كفو يا بنت مطلق. قالت امي سعد الله يرحمها قالت لو دلي الرجال كان مدعم لازم اول. قالتها بس خلعتي ها؟ اي خلعته وخلعت ابوه بعد. اقول وانا اختك سمي. وش رايك يا اخوي تكلم طعيس تقول له ترى بعد العده يجي يعني يتقدم، تراني احبه. حياتي دليل يعني موضوع الخلعه ببساطه وسهوله تقدرين تسوينه؟ اقول يا اخوي يا شين انت ميله. اسمعي ايش فيها ولا تفتحين علينا ابواب الشياطين. ايش فيها؟ خلني اجاوب عليها. اي اسمعي يا مزنه، تروحين للشيخ وتقولين ان انا اكرهه وتراجعين المهر ويخلعك على طول. اسمعي انت حدك يا الخدام المطبخ، لا قاعد عيال الشيوخ شيخ او شيخ على كنب واحد ها؟ تقومين تسوين الشاهي وشويه شربه. يلا 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 المطبخ قومي. حياتي دليل، بس لتأكيد المعلومة اضغط سوري. لتأكيد المعلومة قلتي لي يوم الاثنين اروح للشيخ زي عروض البيتزا ها ثنتين واحدة مجانا. اقول له اكرهها اكرهها اكرهها، الاخيرة لازم كذا. وبعدين اقول له يشرب واقول له ما يصلي. تعتقدين وشو الترتيب؟ الترتيب وانا اختك انه على طول يخلعك منه. انا اشوف الترتيب يا بنات انكم يعني روقونا يا بنات، روقنا خليجيه، روقونا فهمتوا ولا لا؟ ما لها داعي نفتح امور ما لها داعي. وبعدين انت وش تامرين فيه؟ انت شيخه ترى، ترى نفس سيم سيم شيخه شيخ شيخه سبحان الله العظيم. ثلاث شيوخ في صاله واحده، وش يصرفين؟ شاهيك مر حالي حرب برا اللي تامرين فيه طويله العمر. ابغى فربتشينو كافي لاتيه واسبريسو.
الله يخلع ضرسك ان شاء الله. هالحين هالحلوه هذه اللي كلامها كله حلو ابن عمي وتقبرني حجي يطلع منها الكلام هذا كله واكثر لو قاعده بتسوي اكثر حبيبي. انا يا عم قلت لكم احنا الخير والبركه، احنا اللي منا الفايده، احنا اذا حبينا حبينا بكل جوارحنا والعشره ما نخونها ابدا، بس انتم بس تكسرون مجاديفنا يا مركب سودا ويا اللي ما ادري شو تعيبون علينا. هين هين يا ابو سروال وفانيله اقول اسمت هالوجاهه شوي. هالكرشة هذه طلعت من طبخة الزين وانتم تراكم تاج روسنا، ما رخصكم ولا نبيعكم بالرخيص. تقبرني يا ابن عمي قلبي. وين رايح؟ بروح الاستراحة، حاسس ان خلقي ضايق ممكن اسوي اي جريمة الان. انت نسيت انك زوج مخلوع؟ خير ان شاء الله يا ابو خير، ترى اسمي دحية ما اسمي نوف، واذا كنت مخلوع يعني وش المشكلة؟ ادري بس المخلوع مثل البنت المطلقة بالثلاث، تنطق بالبيت ما تطلع من البيت اللي بتزوج مرة ثانية. وعلي الخلع خلع، ان طلعت من الباب ان ابوك مخلوع. حلو نصير اثنين مخلوعين في البيت، تفضلي اختي. اقول دحية تكفى تكفى انا ابوك، لا تطلع، نصير اثنين مخلوعين بالبيت بدل مخلوع واحد. ان شاء الله ان شاء الله. اي لا تطلع. أجل تقول حق الفاضية، ألبسكم طويل عشان ما تجرحين أمي، جرحتني وجرحتك، ليش إنك من وراي تتودودون والدهل هالسير ويدهينا لا تنكتين، مولت عليك وعليك. أحبك يا مجنون. شبهني ده والله والله فعلا انا حمار حمار. زين عاد ما قلتي لي سوسو اختش تطلقت ولا لا؟ لا يا اخيتي احنا لسه في المحاكم، صارنا اكثر من سنه على هالحال. هو انتوا تبون منا شيء؟ لا ولا شيء، بالعكس احنا اللي بنعطيه. اقول يا حلوه اكثر المدرسات الحين والموظفات رواتبهن عاليه، اغلبهن خلعن ازواجهن، ليه ما تنصحون اختكم ها تخلع بعد وانا زوجها سيد سيده ولدي تحيم. وشو ولدك تحيم؟ انت ناسي انه ولدك مخلوع؟ تعال تعال شوف عروستك الجديدة، شوف الشرعية ما فيها شيء. تعال اقعد هني اقعد حبيبي، انا اقعد حبيبي انا هني درب درب اقعد بلابل. ترى مرة استحي مرة استحي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. يما يما فادي تقول لي تبرني بس تبرني من قلب يما، هذه بتكبرني وانا حي يما، هذه تحرق قبري يما. انا اسف 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 اسف. لا يا يما اقعد عادي لا تخاف، انا مرت علي المرحله مع ابوك عادي، غرد غرد معها. مخلوع وتشرب عاد شوف، هذا المطلقه ياخذها الشايب والمخلوع تاخذ العجوز. وصوتين بعد ما شاء الله. على فكره انا شفت مجموعه انسان لكن شركه انسان موجوده عندنا في الحي ما شفتها يما، انا اعتذر يما. اقعد يا المخلوع. ان شاء الله يما ان شاء الله. اقول يطير احنا ما علينا منه، هو علينا منك انت يعني. اعجبك المعرس ترى متعوب عليه طفل انابيب. مره 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 يهبل. اموت في عبد الرويشد نسخه ثانيه يا عمري. ضيفني في الفيسبوك اكيد، وهذا رقمي ان شاء الله. نبيل شعيرك مع السلامه. Thank you.
شيخ أكره زوجي وماني قادرة أعيش معاه، وخايفة من ربي إني ما أقدر أعطيه حقوقه اللي أمرني بها الله عز وجل. عشان كده يا شيخ أنا أبي أخلعه وأرد للمهر اللي أعطاني إياه. إذا كنت تكرهينه ولا تستطيعين العيش معه وخائفة ألا تقومي بواجبك تجاهه فلا بأس، لأن والعياذ بالله بعض النساء يأتوننا ويطلبون الخلع من أزواجهم لأسباب تافهة ولا يعلمون بأن هناك نهي من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فعن ثوبا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن داود. دامها الدنيا مشاهد عيش بس اسمع وشاهد افهم المضمون واسكت تلقى في المضمون شاهد.